ريم على القاع بين البان والعالم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ريم على القاع بين البان والعالم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المميت رامي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. يا لائمي في هوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلومي. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد محمد صفوة الباري، ورحمته وبغية الله من خير ومن نسم. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. ما زلنا مع يحيى النادي، يعني منشد الشرقة أو اللي فاز في تصفية الشرقة للمنشدين في 12 دولة عربية. احنا سعداء بيك وبجد. أنا اللي سعيد، ربنا يبارك في حضرتك. وبالأسرة اللي طلعت منها، يعني أنت بدأت تقول الحاجات الصعبه دي. طبعا ريم على القاع، طبعا امير الشعراء احمد شوقي. بتحب تقول القصائد دي من صغرك ولا ابتديت بحاجات صغيره؟ لا، ابتديت بحاجات صغيره طبعا. انا والدي اصلا امام وخطيب ما شاء الله، بنحييه طبعا، بنحييه. وصوته جميل، انا اخواتي كلهم صوتهم حلو الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. ولكن انا واخويا بهاء اللي احنا مشينا في المجال ده. وحد هيكمل من اخواتك ان شاء الله ولا؟ اخواتي لا لا، لسه هو صغيرين؟ لا كبار، هم كلهم. انا وبهاء اللي ماشيين في الموضوع ان شاء الله، ربنا يوفقك. طيب ممكن اعرف طيب باعتبارنا يعني اتفضلي بقى. لا اتفضلي. لا لا بصح. طيب لو سالتك، انا لاحظت ان انت متاثر قوي ببهاء اخوك، صح؟ اثر فيك ازاي؟ بهاء هو اللي كان بيشجعني على التقديم في منشد الشارقه، يعني بصراحه. أيه. بهاء دايما الداعم الاكبر ليا، فانا لازم اذكر اسم بهاء. بهاء من الاصوات القويه جدا 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 في مصر. بهاء قدم في المسابقه دي مرتين ولم يحالفه الحظ لسبب السن، لان المسابقه دي سنها من 20 سنه ل 28 سنه. بهاء عدى السن ده فمش عارف يقدم في المسابقه دي تاني. اخذت منه ايه؟ اخذت منه كل حاجه. اخذت منه الاصرار والعزيمه والصبر على كل حاجه. طب انت اخذت من الوالده والوالد ايه؟ كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. حب وحنيه ودعم جدا جدا. دايما والدي بيدعمنا. ووالدتي بيقول لك ايه دايما؟ هو والدتك امي دايما بتدعي لي، بتقول لي ربنا يجعل في وشك جوهره وفي حنكك سكره. الله الله. وربنا يحابب فيه خلق. الله. وبابا؟ وبابا طبعا كان دايما بيوصيك عليه وبيقول لك ايه؟ بابا دايما من الساعة 2 الفجر للصبح قاعد يدعي لنا انا واخواتي. الله ما شاء الله. بامانه يوميا على طول باستمرار. ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم. امين يا طبعا رب. والدي لما سمع اسم يحيى هو لقب يعني منشد الشارقه، والدي سجد. الله. سجد على طول. تعبوا فيك، تعب فيك وربنا. الحمد لله رب العالمين. وانا كنت عاوز ارفع راس والدي. الحمد لله رب العالمين. طب تيجي نشوف بقى فيديو كده. احنا معانا فيديو كده مفاجاه كده، عاملين لك مفاجاه. مفاجاه. يلا نشوف. الله يصلح حالك يا يحيى، فرحت العرب وفرحت مصر بحالك وفرحتنا يا ماما. الله يصلح حالك. الحمد لله الذي اكرم ابني يحيى
بأنه يكون الأول في منشد الشارقة، لأنه شرف الوطن العربي وشرف مصر وشرف أبناء مصر وشرف بلدتنا على موزيك لمركز بوستو الفيه. والله ولي التوفيق. حبيبي وأخويا المنشد الكبير يحيى نادي، ألف مليون مبروك حبيبي، توفيق ربنا كان معاك وبدعوات المصريين كلهم. حبيبي يحيى ألف ألف مليون مبروك يا حبيبي على لقب منشد الشارقة. من أول يوم دخلت في الإمارات وإحنا على يقين بالله إنك هتحصل على اللقب، لأنك تستاهل، صوتك يستاهل عن جدارة، والله تستاهل وتستاهل أكتر من كده بكتير بصراحة. يعني الله يكون في عونك، أنا جسمي أشعر من المفاجأة، يعني دول أصحابك اللي بيحبوك والوالد والوالدة.